الو، فنان احمد عز، مساء الخير. معاك الدكتور ربيع من منظمي ام اي اف اف اللي هي مهرجان المزاريطة انترناشنال فيلم فيستيفال. سيادتك معزوم على اقامه شامله للمهرجان. لا انتقالات يا فندم، هي عمره. اكل؟ لا، في اكل. في وجبه عباره عن قطعتين كفته وقطعتين شيش طاووق. لا هما بس كده فندم. زود له جوافايه ورغيف فينو. بس جوافايه ايه؟ هو كريم عبد العزيز. ايوه معاك. لا ليه كده؟ استاذ احمد حضرتك ليه الشتيمه يا فندم؟ طب انا عاوز انبه حضرتك بس ان المكالمه دي قد تكون مسجله. ايوه. و ليه الام؟ لا وليه الاب برضه الاثنين؟ على المهم متشكر يا فندم، مع السلامه. قال لك ايه؟ قال لي اقفل يا حيوان. لو كنت زودت له جوافاي ما كانش قال لك كده. ما اقدرش اعمل كده، ليه يا اخر انا؟ المهم انت عملت ايه في سمع الخشاب؟ كلمتها ورفضت، مع ان قلت لها ان الاقامه هتبقى شامله على الترعه وماسك خيار وبصل اخضر. ورفضت؟ شلشلت لي وقالت لي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ها اخبار النجوم ايه؟ كلمت شيرين رضا؟ استنى بس، شيرين رضا ايه؟ خلينا نشوف دلوقتي سمع الخشاب عملت ايه مع الهانم. كملي يا بنتي. لا اتكسف اقول قدام الكبير. وتقولي قدام ربيع عادي؟ مش مهم الكلام ده دلوقتي يا كبير، المهم ان النجوم محدش فيهم راضي ياجي، المهرجان هيبوظ. لا لا ان شاء الله خير. كلمت شيرين رضا؟ لا اله الا يا سيدي، ابوس ايدك. كلمناها لقينا المحمول مكفول. واهدى شوي. لا 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 انا تمام يعني، ما كلموها على الارضي. هو بعتوا لها ايميل. نبعت لها ايميل على الارضي؟ ما شاء الله اذكى اخواتك. طيب بعتوا لها فاكس أو كفير في تاكس ويضرب لها كلاكس مثلا. حلوة يا سيدي، عينينا الاتنين حاضر، خلينا في اللي احنا فيه. مفيش فنان معبرنا إلا أحمد داوود وعرا رشدي، ومفهوش يجوا لما أقنعتهم إن أنا هزود لهم كفتة. كفتة إيه دي؟ كفتة داوود. واه، ولا مش هتاكل؟ ولا فيجيتيريان. لا ما شوف، احنا نعمل اللي علينا، نكلم كل الفنانين وربنا يكرم. يعني مدير اعمالها في المهندسين ساكنه صح؟ هي مين دي؟ شيرين رضا. يا اخي رحمنا. حاضر. الله استغفر الله العظيم يا اخي، في ايه؟ عصبي قوي. عصبي ايه بس؟ وبعدين خد هنا، فين اخوك حزلقوم؟ رجل اعمال كبير اكيد يعرف كل الفنانين، ده انا كل بساله يقول لي انا قعدتي مع كريم عبد العزيز في مدينتي بلعب مع شطرنج. ما هو طلع ما عرفش يلعب العاب ثانيه غيرها. طب يا سيدي مش عارف الفنانين، ما تكلمه. صح، فكرة زينة. انتهت عني كيف دي؟ الو يا حزلقوم، برك انك رديت على طول من اول رنة، فتحت بالغلط. ايه يا عمي، طب انا بس بتصل بك اقول لك يعني ايه، عمال تقول لي الفنانين اصحابي ونقعد نشيشوا سوا وخيام رمضانية، فين الكلام ده؟ فين؟ ده كلام بس. ها؟ ولا فنان جانا المهرجان، محدش راضي. ما تتصرف. زين، حتتصرف يعني؟ هو ده العشاء. طيب، ابوك كلم شيرين رضا. مديرة اعمالها في المهندسين هي. ماشي، السلام عليكم، السلام عليكم. حيتصرف. يا رب.